السلام عليكم. استيقظت بلدية العلمة بولاية سطيف على وقع فاجعة أليمة، راح ضحيتها مربي أجيال سابقة، وحسب المعلومات المستقاطة من صفحات التواصل الاجتماعي وكذا صفحات إلكترونية، فقد تم العثور رسميا صباح اليوم على الأستاذ المتقاعد تريو محمد، وهو جثة هامدة بعد الاعتداء عليه ورميه في بئر مهجورة بمنطقة أولاد مبارك بعين أزادة بذات الولاية. الفقيد كان يشتغل سائق سيارة كلانديستان، اختفى منذ أيام عن الأنظار، حيث شوهد شخص يركب معه سيارته بواسطة إحدى كاميرات المراقبة ليتجند بعدها سكان المنطقة للبحث عنها. الحماية المدنية تنقلت على جناح السرعة إلى عين المكان، وبعد المعاينات الأولية تبين أن الضحية مفارق للحياة، حيث تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقاتها في القضية. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.